السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطلبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقة برنامجكم شرح ماس. النهاردة بإذن الله هناخد آخر يونت في المنهج واللي بتتكلم عن الاستاتستكس. طبعا الاستاتيك عندنا فيها أكتر من درس، في اللي بيتكلم عن الكولكتنج داتا، وفي الفريكونسي بوليجون، وفي البي جراف. كل دول بإذن الله هنتكلم عليهم النهاردة، يعني النهاردة هنشرح اليونت كاملة، فياريت تركزوا معايا في حلقة النهاردة ويلا نبدأ الدرس. أول حاجة نبدأ بيها النهاردة اللي هو أول ليسون في اليونت الأخيرة اللي هو Collecting and Organizing Data. أول حاجة لازم نفهم يعني إيه Collecting and Organizing Data، عشان احنا بندرس طبعا اليونت دي ومش فاهمين هي لازمتها ايه او ايه الفايدة بتاعتها. الداتا معنى داتا يعني بيانات، البيانات دي ممكن تبقى بيانات ارقام، ممكن تبقى اسماء، ممكن اشياء، بضاعة، حاجات كتيرة جدا. فالبيانات دي شيء مهم جدا في حياتنا. لما اجي اقول لك مثلا اعمل لي الداتا في الكلاس، فبتشوف لي مثلا في كام طالب مثلا absent اللي هو الغايب، يعني في كام طالب غايب ما جاش المدرسه، في كام طالب حضر، بتسجل. تمام، فدي نوع من البيانات بتبقى عباره عن counting، بنجمع. في نوع تاني مثلا بضاعه في محل، بتبدا برضو تجمع ايه اللي موجود فيها وايه اللي مش موجود. في نوع تاني عن طريق الميجرينج، ماشي، بتقيس او بتقيس حاجات، بتوزن حاجات، دي كلها برضو حاجات من البيانات او الداتا. تمام، طيب كل طريقة من الطرق دي ليها اسلوب او طريقة معينة بنجمع بيها البيانات. طبعا الحاجات الصغيرة غير الحاجات الكبيرة، يعني مثلا لو شركة كبيرة الداتا بتاعتها مش هنقدر نعملها زي شركة صغيرة او كلاس. فالشركات الكبيرة بتجيب برامج، ماشي، عشان تبدأ تعمل الايه الداتا دي. احنا هندرس طبعا بعض الامور دي بس على نطاق صغير، ماشي، على نطاق صغير. اول حاجة هنعرفها النهاردة اسمها Sample Frequency Data. طيب We use this table when there are small numbers of items with small ranges as in the following example. يعني بنستخدم الطريقة دي لما يكون عندنا بعض البيانات الصغيرة. لو جينا نبص هنا على التابل اللي قدامنا مكتوب ايه؟ هشام watched the weather forecast daily through April 30 days and he recorded in the following table the maximum temperature in Cairo governorate. يعني هشام قعد قدام التلفزيون كل يوم يحسب البيانات بتاعت الايه؟ بتاعت الطقس، درجة الحرارة يعني، لمدة شهر، وعملها في تيبل زي ما احنا شايفين كده. قال لك اليوم الاولاني كان 22 21 23 وهكذا على مدار الايه؟ مدار الشهر. Represent this data in a simple frequency table. عايزين نعمل الداتا دي في تيبل صغير. طيب احنا عندنا الستبس بتاعتنا بسيطه جدا. اول حاجه بنشوف the different type of data. ايه هي الحاجات المختلفه هنا، الارقام المختلفه؟ هنلاقي عندنا 22 21 23 20 24 25 and 19. دي الارقام المختلفة، الباقي كله متكرر، الباقي كله متكرر. يبقى اول حاجة بعمل ايه زي ما احنا شايفين اهو، to present this data in a sample frequency table use the following steps. اول حاجة make a table with 3 column، اهو table with 3 column. بعد كده the first column contain the different values of the temperature. الايه؟ الفاليوز المختلفة في temperature اللي احنا قلناهم من شوية، اللي هم 19 و20 و21 وهكذا. طبعا بنكتبهم ascending او descending، مش فارقة، المهم لازم يترتبوا طبعا. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ عندنا 2 column كمان اهو، فايدتهم ايه؟ التيبل الاولاني اسمه تالي والتاني اسمه frequency. الاثنين نفس الفكرة اللي هي الأرقام أو how many
the number is repeated in a table. يعني ال 19 اتكررت كم مرة؟ لما نيجي نشوف هنا كده نشوف ال 19 اتكررت كم مرة؟ ال 20 اتكررت كم مرة؟ ال 21 ال 22 وهكذا. تمام؟ وبنبدأ نشوف ال 19 اللي هي موجودة مرة واحدة، فبنعمل شرطة في التالي وبنيجي في فريكونسي نكتب 1. طب ال 20 جت ثلاث مرات فعملنا ثلاث شرط وهنا نمبر 3 وهكذا لحد ما نخلص الباقي. بس هنلاحظ هنا حاجة، لما تيجي حاجة زي دي 22 اتكررت ست مرات، فالست مرات دي باجي اقول له 1 2 3 4 ال 5 بقفل وارجع ابدأ من جديد. تمام؟ طيب هنا برضه هنلاقي مثلا 10 تايمز، فدي 1 2 3 4 5 اقفلها 6 7 8 9 10. تمام؟ طيب بعد ما عملت الجزئية دي باجي هنا على الفريكونسي اجمعهم يدوني ايه؟ يدوني 30. كده انا خلصت التيبل. في تيبل تاني بعده تكمله لده، طبعا التيبل التاني بسيط، كل اللي بعمله باخد الكولوم الاولاني والكولوم التالت بس واكتبهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده. تمام؟ باخد الكولوم الاولاني والكولوم التالت واكتبهم مع بعض، يبقى كده انت خلصت الايه؟ خلصت الجدول. تمام كده؟ طيب ننتقل بقى للجزء التاني اللي هو بيتكلم على الكومولاتيف فريكونسي تيبل. الكومولاتيف فريكونسي تيبل ده يعني بنسميه بنقول عليه اكثر تعقيدا، مش تعقيدا يعني معقد يعني، لا يعني صعب شويه عن الاولاني لان في كذا حاجه بتعملها، تعمل كذا ستيبس. اول حاجه انا عندي تيبل زي اللي احنا شايفينه ده كده ماشي، اشرف كولكتنج ذا ماركس اوف 54 بيبلز ماشي، where the maximum mark is 60 and recorded them in the following table. طب جميل، ايه الستبس؟ عايزين نختصر. التيبل ده زي ما احنا عارفين فيه 54 mark of student. طيب ال 54 دول مش هيبقوا متشابهين، يعني لو لقينا حاجه متشابهه هتبقى قليله جدا، رقم او رقمين كتير بالكتير متشابهين. طب في الحاله دي ايه؟ مش هقدر احلها بالطريقه اللي فاتت لان في ارقام كتيره مختلفه، فعشان تعملهم في تيبل زي ده الموضوع هيبقى كبير. امال نعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها sets ورينج. sets ورينج ايه sets دي؟ يعني هنجمعهم كل مجموعه من الارقام يتكتبوا مع بعض. يعني مثلا هقول لك عندي وليكن اصغر رقم هنا مثلا 20 واكبر رقم 59، فهم قايل له والله احنا هناخد الارقام من اول 20 لحد 25 واكتبهم مع بعض، وبعد كده من اول 25 لحد 30 واكتبهم مع بعض. يبقى انا كده وفرت مكان ومساحه وفي نفس الوقت قدرت اجمع البيانات بصوره سريعه. طبعا دي من الطرق اللي بتستخدمها الشركات الكبيره لان بيكون عندهم عدد عمال كتير جدا، فمش هيقدر يعمل السمبل فريكونسي تيبل، هيضطر يعمل الاكيومولاتيف ده. تمام؟ فاول حاجه بنعمل ايه؟ بنشوف ذا سمولست فاليو اند جريتست فاليو. تمام؟ وبعد كده نعمل لهم ماينس. الماينس دي بنسميه ايه؟ بنسميه ذا رينج، عشان يجي لك ديفينيشن. ايه هو الرينج؟ تقول له ذا ديفرنس بتوين ذا جريتست اند سمولست فاليو، او ماكسيمم ومينيمم، لوست هايست، ايا كان. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ طلع عندي نمبر اللي هو 39، يعني المسافه ما بين اكبر رقم واصغر رقم 39، يعني عندي 39 رقم مختلفين. تمام؟ طيب بعد كده بنعمل ايه؟ هل هعمله بالفريكونسي تيبل العادي اعمل 39 كولوم؟ طبعا هتبقى صعبه، فببدا اقسمهم. اقول له والله مثلا ال 39 دول عايز اعملهم في مثلا في 7 كولوم او في 8 او في 10 زي ما انت عايز، يعني اليوجوالي بتبقى بين 7 ل 8. فعشان اقسم ال 39 على 7 طبعا ما ينفعش 39 ديفايد 7، فعادي بتجيب ذا كلوزست نمبر، اقرب نمبر اللي هي كام؟ اللي هي 5، صح؟ مش هي 39 ديفايدد 7 تدي لك 5، طبعا هيبقى في ايه؟ هيبقى في ريميندر، مالناش دعوه بالريميندر. تمام؟ طيب تعالوا نشوف هنا. قلنا 39 ديفايدد 7 ايكوال 5. ال 5 ده اللي هو ايه؟ وال 7 اللي هي ايه؟ ال 7 دي اللي هي ذا نمبر اوف سيتس، عدد السيتس، يعني هقسم الارقام عندي لكام مجموعه؟
طب والفايف اللي هي the length of each set، اللينث بتاع كل ست، يعني الست هيبقى فيها كام نوع من الأرقام. فببدأ ب smallest number، أصغر نمبر عندي إيه؟ أصغر نمبر عندي 20، وقلنا اللينث بتاع الست 5، يبقى من 20 لحد 25. طبعًا هنا هو الكتاب حلها بطريقة تانية عادي، أنا بقول لكم طريقة تانية كمان. هنا الكتاب قال مثلًا اللينث هتبقى 10، النمبر أوف سيتس هتبقى 10، واللينث 4، مفيش مشكلة. تمام؟ فهنا هيجي على اصغر رقم اللي هو 20 ويبدا كل مره يزود 4، تبقى 20 24 28 32 لحد اخر حاجه 56. تقول لي يا مستر ده اخر نمبر كان عندي 59، هقول له اه، ما هي هنا كل ست بتاخد من اول ال 20 لحد اللي بعدها، يعني 20 21 22 23 وتقف عند ال 24، ما تاخدش 24. فبرجع للتيبل تاني اشوف عندي هنا كام رقم من اول ال 20 لحد ال 24، طبعا ما باخدش ال 24 معايا، وببدا اجمع اقول له ادي 1 2 3 4 وهكذا، واقوم جاي هنا قدام الايه ال 20 واقول له برده بالتالي والفريكوانسي زي ما احنا متعودين. وبعد كده عندي ال 24 من اول ال 24 لحد قبل ال 28 واشوف هما كام واحده، وهكذا لحد ما اخلص الايه التيبل. هاجي عند اخر واحده ال 56، تمام، من 56 لحد الاخر بقى اللي هي ال 59، تمام؟ وعملت التالي بتاعتي وعملت الارقام بتاعتهم وفي الاخر اجمعهم، طبعا كده كده هيطلعوا لي ايه؟ هيطلعوا لي 54 اللي هو الايه؟ اللي هو الرقم الطبيعي اللي هو قالوا عليه في الاول، تمام؟ وبعد كده اخد الكولوم الاولاني والكولوم الاخير ونكتبهم برده مع ايه؟ مع بعض. تمام؟ كده اول ليسون في اليونت الاخيره خلصت، ده طبعا سؤال عليه هتبقوا تحلوه انتوا ان شاء الله. ننتقل بعد كده للليسون الثانية، بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حاجة اسمها هيستوجرام اند فريكوينسي بوليجون. برضو الهيستوجرام ده طريقة من طريقة الداتا كولكتنج داتا، بس مختلفة بطريقة بسيطة شوية. اللي هي ايه؟ هنا بنعتمد على كولوم، نعتمد على كولوم، احنا بنرسم كولومز ازاي؟ هنا في اكزامبل بيقول the following table show the frequency distribution of marks of 40 pupil in a mathematical examination، وده التيبل اهو بيقول لك draw a histogram to represent this data. هناخد التيبل معانا ورا هنا عشان نبدا نشوف عملها ازاي. اول حاجه هناخد الارقام اللي فوق اللي هي الستس ونعمل زي ما احنا شايفين الرسمه دي كده، طبعا مالناش دعوه بالكولوم ده لسه، هنعمل دي ونعمل دي ونسجل تحت الارقام اللي فوق اللي هي 10 20 30 40 50، ادي 10 20 30 40 50، وام زود عليها واحده من عندي، ازود عليها واحده من عندي، هنعرف ليه دلوقتي. وبعد كده اجي على الارقام اللي تحت اشوف اكبر رقم كام، 12، اقوم جاي مرقم هنا من اول 1 ل 12 او 2 4 6 عادي بالطريقه اللي تعجبك، يا اما 1 2 3 4 لحد 12، يا اما 2 4 8 وهكذا. طب يا مستر افرض الرقم هنا ما كانش 12 كان 50، عادي يبقى كل مره ازود 5، كل ما تلاقي الرقم كبير تزود انت الايه؟ النمبرز. طيب بعد ما خلصت كده اعمل ايه بقى؟ نركز ازاي هنرسم. هاجي على اول واحده كانت 5 و10، ال10 اهي وال5 طبعا ما بين ال4 وال6، واقوم جاي موصله. تمام؟ طيب بعد كده هعمل ايه؟ اقوم اروح للي بعدها 7 و20، ادي ال20 واطلع لحد ال7 واقوم موصل. طب يا مستر اسيب دي كده؟ لا، قوم جاي ايه؟ ايه؟ شدد خط كده وموصلها باختها. بس طبعا خط بالطول، مش تطلعه لي عند البوينت. خط بالطول قدامها. تمام؟ وبعد كده نعمل ايه؟ نروح اللي بعدها. 12 و30، ادي 30 اطلع وادي 12، وبرده اخد لاين وموصل دي. لحد دلوقتي ماشيين كويس قوي. في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. طيب نيجي بعد كده على اللي بعدها. 9 و40. ادي 40 اهو هطلع اهو وادي الناين، اه ده مفيش ناين هنا، ايه ده يا مستر؟ ده في حاجه غلط. لا مفيش حاجه غلط، امال ايه؟ من اول ما بتلاقي رقم كبير بتبدا تعكس، بتبدا تعكس. يعني ايه ببدا اعكس؟ مش فاهم. هو هنا ال 12 بعديها رقم صغير، مش ده اكبر رقم؟ صح؟ انا وصلت ال 12 كانت مع ال 30، ادي ال 30 اهي وادي ال 12، وقفت عند كده. بعد كده الأرقام هتصغر
واحد يقول له مستر طب ما احنا كنا من اول نرتبها اسندنج او ديسندنج، اقول له لا يا حبيبي غلط، هي ليها طريقه معينه للرسم. بعد كده قلنا اكبر رقم كام؟ 12. اللي بعدها 9 هتصغر، هت ايه؟ هتصغر. هقول له لا اصبر، احنا وصلنا هنا 12 بالكام؟ بال 30. هقوم جاي موصل ال 12 بال 40 كمان، اوصل ال 12 بالايه؟ بال 40. ادي ال 40 اهي، اوصلها بال 12 وموصل الاثنين ببعض. بعد كده انا وصلت دي بدي، هرجع اللي بعديها مع اللي بعديها، ال 9 مع ال 50، ادي ال 50 اوصلها بال 9 واقوم راجع. طب ال 7 اوصلها بمين؟ اقول له ما احنا عملنا البوينت الزياده دي في الاول ليه؟ يبقى ال 7 مع ال 60، ادي ال 60 وادي ال 7 وموصل، وبعد كده ارجع ايه؟ ارجع كده. نقولها بسرعه تاني. اول حاجه اول تو نمبرز او الارقام العاديه لحد ما اوصل لاكبر رقم بوصل عادي، ادي 10 مع 6 مع 7 او مع 5 مع كام؟ مع 5 اهي، و20 مع 7 و12 مع 30. بعد كده لقيت ال 12 هتصغر، اقوم جاي موصل ال 12 تاني مع اللي بعدها، وبعد كده اللي بعده مع اللي بعده واللي بعده مع اللي بعده، وخلاص. تمام. طيب نمبر 2 represent data by frequency polygon. ايه الفريكوانسي بوليجون ده؟ احنا هنرسم برضو ده زي ما احنا عملنا اللي احنا عملناه، ماشي، بس ايه الديفرنت هنا؟ ان بوصل الميد بوينت بتاعت كل كولوم. يعني هنا الميد بوينت بتاعت الكولوم ده هي مثلا 10 و20 اللي في النص 15، اقوم جاي طالع فوق واحط بوينت، 20 و30 في النص 25 احط بوينت، وهكذا في ايه؟ في كله. طبعا هي بتتعمل بعمليه حسابيه، بنقول له 10 بلس 20 ديفايد 2، 20 بلس 30 ديفايد 2، وهكذا لحد الباقي. طب يا مستر هنا 10 و20 يعمل دي، 20 و30 يعمل دي، 30 و40 يعمل دي، 40 و50 يعمل دي، 50 و60 يعمل ايه؟ اعمل دي. طبعا ممكن طريقه اسهل، انت بتاخد النقطه اللي في النص. لقيت صعبه تجيب النقطه اللي في النص، تاخد كل تو نمبر مع بعض تعملهم بلس ديفايد 2 زي ما هي مرسومه قدامنا تحت. تمام؟ دي بنسميها ايه؟ بنسميها السنترال او السنتر. ونقوم موصلين البوينت دي مع بعض، يبقى كده خلصناها خلاص. يبقى احنا بنرسم التابل ده عادي خالص، وقوم جاي ايه الميد بوينت بتاعت كل كولوم وقوم موصلهم ببعض، يبقى كده السؤال خلص. تمام؟ طبعا ممكن ايه؟ ممكن اعملها وامسح الايه؟ وامسح الكولوم، او ممكن اعملها من غير ما امسح الكولوم. واحد يقول لي يا مستر ازاي؟ اقول له تعالى احنا جبنا السنتر اوف انترفال اللي هي ال 15، ال 15 دي مع مين؟ مع ال 5. فهنرجع تاني اهو، مش احنا قلنا هنا 15 وهنا اهي 25 35 45 55، واوصل كل واحده من دول مع مين؟ هنرجع تاني اهو برضو مع الارقام اللي تحت دي. طب يا مستر افرض انا مش عايز ارسم الرسمه دي، عايز اعملها على طول. هقول له مفيش مشكله، هتاخد الميد بوينت بتاع كل واحده، لحظه ناخد الميد بوينت بتاعت كل واحده هنا. تمام. طب يا مستر ما انا كده لازم ارسم عشان اجيب الميد بوينت. اقول له يا حبيبي انت مش هتجيب الميد بوينت من على الرسمه، من الارقام اللي تحت. ما الارقام دي هي اصلا عندك في التيبل اهي 10 20 30 40. هتاخد كل رقمين جنب بعض تعملهم ديفايد 2، يبقى 10 و20 15، يبقى 15 مع ال 5، وبعد كده 20 مع 30 50، 50 ديفايد 2 25 مع ال 7، وهكذا. هتلاقي هنا معموله هنا اهي في التيبل، ايه في التيبل ده، وتقوم جاي راسمها من غير اصلا ما تعمل الكولوم اللي احنا عملناه في الاول. تمام. يبقى انت ممكن تعمل الكولوم وترجع تعملها عادي. واحد يقول لي يا مستر لا مش عايز اعمل الكولوم، انا عايز اعملها على طول. هقول له هنجيب الارقام اللي تحت اللي هي كانت مكتوبه اصلا في التيبل الاولاني فوق، ونجمع كل اتنين جنب بعض ونعملهم ديفايد 2، وناخدهم مع الرقم الايه اللي على الدور. تمام كده. تمام. ده برضو سؤال على الدرس، يا ريت تبقوا تحلوه. ننتقل بقى للدرس اللي بعد كده اللي هو الـ Representing Data Using the B Graph. الـ B Graph ده بسيط قوي، بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الفراكشن. بيعتمد على الفراكشن. يعني عندي زي ما احنا شايفين ده تحت هنا، ده هاف، ده كوارتر، ده ثيرد، ده 1/8. تمام؟ فهيجيب لك إكزامبل زي اللي احنا شايفينه ده مثلا. يقول لك هنا عندي the following table show the number of hours that Marwa spent in studying in different subjects in a week. يعني جت على العربي ذاكرت
ست ساعات، الماث 12، الساينس 3، الانجليش 3، فطلع التوتال 24 hours. Represent this data by a big graph. نعملها represent ازاي؟ اولا لازم اعرف كل حاجة ذاكرتها تعتبر قد ايه من التوتال بتاع الاورز اللي ذاكرتها. يعني العربي 6 hours، 6 hours من كام؟ من 24. يبقى 6 hours دول يعتبروا قد ايه من عدد الساعات الكلي؟ هي ذاكرت 6 من 24، فتقوم قايل له 6 divided 24 تطلع لك فراكشن طبعا، تمام؟ هتطلع لك قد ايه الفراكشن؟ تطلع لك 1 over 4، يبقى ربع الوقت كان بتذاكر عربي. طب ال 12 divided 24 تدي لك half، ال 3 divided 24 تدي لك 8، وهكذا. تمام؟ يبقى باخد كل نمبر واعمله divided التوتال مش العكس. بعد ما عنده divided التوتال طلع لك fraction، تقوم جاي راسم لي سيركل وتبدا تقسمها على زي الفراكشنز اللي عندك. يعني هنيجي على اكبر فراكشن هنا اللي هو ايه، اللي هو هاف، قام قسمها نصين يبقى ده ماث. طيب كوارتر اللي هو نص النص، اللي هو النص ده عربيك، والباقي زي بعض 8 و8، يبقى اقسم الجزء الباقي نصين واكتب كل واحده جواها الايه الاسم. تمام. طيب 36 students were asked about the best sport they liked, football and swimming and volleyball. طبعا قال لك كل حاجه اهو، ده هاف وده كوارتر وده كوارتر، ويقول لك بعد كده ارسمها بي جراف. طبعا الموضوع سهل. ده سؤال على الدرس ده، طبعا الدرس ده كان درس سهل جدا ما خدش وقت مننا، هسيبكم برضو تحلوا السؤال ده في الهوم ورك. ننتقل بقى لاخر درس عندنا في الاستاتيك، بيتكلم عن reading table and graphs. هنا قال the opposite pictograph represent the number of babies whose were born at hospital from 2003 to 2005. From the pictograph find the number of persons at the hospital in 2004 with a decrease in the number of births in 2005 compared to 2003. اول حاجة بقول لك عايز عدد المواليد سنة 2004. 2004 اهي. طبعا هو كده كده بيجيب لك الرسمة دي. ده اسمه كي. اللي تحت دي اسمها الكي، مفتاح الحل بتاعي. قال لك every 100 birth equal this picture. يعني كل الرسمة من دي تساوي 100 ايه بيرس، 100 طفل اتولدوا. طيب انا عايز اعرف سنه 2004 في كام طفل اتولدوا؟ هاخد دول واعملهم تايم 100. انا عندي 1 2 3 4 5 6، مالناش دعوه دي لان دي هاف. يبقى 6 تايم 100 ب 600، ودي هاف يعني هاف ال 100 اللي هي 50، يبقى 650. يبقى اللي اتولدوا في السنه ديت كانوا ايه 650. رجع بعد كده قال لك the decrease in the number of births in 2005 compared to 2003. الفرق ما بين 2005 و 2003 هنجيب ده ونجيب ده ونعمل لهم ماينس. تمام. 2005 عندي هنا 5، الواحده في 100 تبقى 500، وهنا هنلاقي عندنا كام 8 تايم 100 ب 800، يبقى 800 ماينس 500 بايه؟ ب 300. تمام. طيب نيجي هنا، طبعا الدرس ده شامل، يعتبر شامل كل الدروس اللي خدناها. The opposite bar graph shows the number of pupils whose participate in the school activity. Answer the following question. Which activity is the most popular؟ أكتر activity الطلاب شاركوا فيها. طبعا هنلاقي أكتر أكبر عمود فين؟ أهو الفوتبول. Which activity is the best popular؟ ايه best ده في هنا most popular، لا سوري هنا least، هنا least اقل اقل طبعا اللي هي الايه اللي هي الباسكتبول. Which activity is more popular، chess or swimming؟ chess اللي هي الشطرنج، مين الاكتر التشيس ولا السويمنج؟ ايه فين السويمنج؟ السويمنج اهي والتشيز اهي، طبعا التشيز هي الايه الاكتر. اخر حاجه how many more pupils
participate in football than in basketball. يعني الفوتبول اكتر من الباسكتبول بكام؟ فنعمل الاثنين ايه؟ الاثنين ماينس. طب فين الارقام؟ اهو قدام كل واحدة اهي، دي 40 والتانية اللي هي كانت ايه؟ باسكتبول 15. يبقى 40 ماينس 15 بايه؟ ب 25. طبعا الجزء الباقي من الدرس ان كان ده او ده، دي كلها برضو ارقام احنا بنبدأ ان ايه؟ نطلعها من الرسم ونحسبها. وده طبعا سؤال على الدرس، اسيبكم انتوا تحلوه. ده كده كان درس النهاردة. لو في اي حاجة وقفت عليكم ياريت تكتبولي في الكومنتات او تدخلوا على طول على اللينكات بتاعة جروب الواتساب والفيسبوك والتليجرام، هتلاقوا طبعا الروابط تحت الفيديو. ادخل على اي جروب منهم واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه، انا ان شاء الله اساعدكم فيه. وطبعا ما تنسوش تابعونا على انستجرام وتويتر، ولو عجبتك الحلقة ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد. نشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله من برنامجكم شرح ماس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.